في احتفال رسمي إذانا بميلاد شقيق جديد للأمة العربية وسندها وحصنها على الجنود اللي في الحكومة ما شاء الله عليهم متجانسين ومتناغمين على أنهم يشتغلون مع بعض، وهذه هو سر النجاح. اليوم نفتخر أن نحن عندنا كوادر من بناتنا وأولادنا جيل جديد يقود خبير في تخصصه. ما شاء الله من ثابرتكم وعزمكم وصراركم والطاقة الإيجابية اللي عندكم تحدينا هذه التحديات ووصلنا اليوم ما وصلنا فيه. فرق العمل هو روح الاتحاد، الشيخ خليفة هو روح الاتحاد. ترى انتوا امل هالبلاد، انتوا مستقبلها، انتوا الطاقه، انتوا المحرك لهذه الانجازات كلها. انا هدفي شيء واحد منكم، ان يكون كل يوم في دوله الامارات افضل عن اليوم اللي قبله، وهذا هو رب بده ان يكون سر النجاح. نحن بعض الانجازات الحكوميه توصلنا الى العالميه من افضل مكان في العالم. الموظف دائما يبقى موظف، انتوا قياديين. واحنا نعشق الامارات، كل يوم في تحدي ونمشي في هذا الطريق، هذه اولوياتنا وهذه وين بنكون عليها وبنستمر عليها بمساعدتكم. للتطور والابتكار والتميز، ما في خط نهائي. أول شيء سويته في التميز أن جعلنا الدوائر تنافس بعضها البعض. ما في خط نهائي للتطور والابتكار والتميز، ما في خط نهائي. كلمة مستحيل مش في قاموسنا في دولة الإمارات. يشرفني الآن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائد التميز في دولة الإمارات للتفضل إلى المنصة وتكريم الجهات والشخصيات الفائزة بفئات جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز. حتى أوصل الجواز الإماراتي إلى الرقم واحد عالمياً، إنه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. سمو الشيخ عبد الله بن زايد صاحب البصمة الدبلوماسية لدولة الإمارات، وبجهود سموه وصل جواز السفر الإماراتي للمرتبة الأولى عالمياً. الطيران الأول والمطار الأول والمليار الأول.
رؤية لقيادتنا الرشيدة، ساهمت جهوده الحثيثة والمخلصة في تعزيز مكانة الدولة في قطاع الطيران وفي جعلها نموذجاً عالمياً يرسخ اسمه في الأجواء. إنه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم. سموه جعل من مطار دبي أكبر مطارات العالم، ووصل به إلى استقبال مليار مسافر. وزارة الداخلية، فليتفضل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لاستلام درع الجائزة. هذه الجائزة تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة. وزارة المالية، وزارة التغير المناخي والبيئة،